كاتالونيا 24/7 عبدو كاتالونيا 24/7 كترحب بعبد القادر السيكتور وانا كنرحب بكم جميعا كاع المغرب كاع المغرب مرحبا بكم غدوة ان شاء الله نرونوا لوالديها بعبد القادر السيكتور اول مره كتجي لبرشلونه والله الا سي لا بروميير فوا نحط رجليا في برشلونه والله العظيم اذا الرياكسيون ديالك انت كيفاش ما شاء الله ما شاء الله وما نكذبش عليك دونك راني مستريسي شويه ما عرفتش لو ستريس وي طبيعه بشريه فوالا طبيعه بشريه فوالا سي سا لو ستريس عايش بيه ولو كان ما نستريسيش ما تكونش هذيك هي اللي نستنى فيها كي يكون عندي لو ستريس نعرف باللي ان شاء الله تكون حاجه ولكن عبد القادر السيكتور فنان كبير كيفاش يجي الستريس باش يواجه الجمهور شوف العزيز الجمهور المغربي اللي هو جزء من عبد القادر السيكتور انا الجمهور المغربي جو لا دور كيما يحبني ضربها في 10 نحبو انا انت زيد اكثر مني بيان سور مي كاين حاجه شوف لو كان ما عندكش ستريس اخويا راه ما عندك والو ستريس يتمشى مع ستريس يتمشى تعرف كيفاش شوف الحار كي دير الحار هو الحار واعر بوحدو بصح مع ساندويتش يجي حلو ستريس هذاك هو ستريس مع الفن راه تجي حاجه طوب ان شاء الله نتمنى وغدا تكون الحوايج مزيانه مع الجمهور ان شاء الله يا ربي ان شاء الله انا راني واجد وجو سوي لا وجاسبر سي با لا ديرنيير يعني ان شاء الله نعاود نولي الجمهور تاع برشلونه والجمهور في المغرب والجمهور يعني المغربي فين ما كان المغربي غير وحده يعيط لي نروح عند خويا عبد القادر والمغربي بوحده وعبد القادر اجي نسلم عليك اخويا ما نقعدوش هكذا بعاد بالكاميرا صافا لاباس بخير اجي وقف لاباس الله يحفظك هنايا بغينا واحد شي حاجه خاصه لكاتالونيا 24/7 السيكتور هذه جريده الكترونيه كيديروها مغاربه عبد ربي احمد العماري وبدر حلو كاتالونيا 24/7 شوف هذه مباشره من عند عبد القادر السيكتور كاتالونيا 24/7 نقول لكم عبد القادر يبغيكم بزاف وباش نعطيكم لا سينياتور قسم بالله بارك الله فيك فيك بارك العزيز الله يحفظك